طبعا اول حاجه بنقولها بنقول لك كل سنه وانت طيب، و يعني يا ربنا يديك الصحه ونشوفك دايما قدامنا. الله يحفظكم يا فندم. شكرا. طب استاذ عبد المهندس، نفرض ان احنا رجعنا بالزمن تاني لبدايه ما اشتغلت بالفن، بعد التجربه الطويله دي كلها، هل لو مثلا قلنا ان احنا بنرجع بالزمن، تختار انك انت تدخل برضه نفس المجال او تسلك نفس الطريق؟ بالظبط بالظبط. ايوه، مش هختار حاجه تانيه اطلاقا. لاني انا ما اخترتش هذا الطريق جزافا يعني، او بدون اسباب. لا، باسباب، اسباب قويه جدا. يعني انا اتذكر اني في اثناء دراستي الثانويه كنت اعد نفسي للاشتغال بالمحاماه. كنت عاوز اخش مدرسه الحقوق، كان اسمها زمان مدرسه الحقوق. وبعدين جت ظروف حالت بيني وبين اتمام الدراسه العاليه، فقعدت يجي 3 سنين مقيم في الريف. دراساتي الخاصه من صغري الادب، احب ادرس الادب. درست الادب العربي بتوسع كبير جدا، يعني يساوي مثلا ليسانس اداب مثلا او اكبر شويه. ودي مسألة خلقة، ربنا بيخلق الإنسان عنده الاستعداد الفطري ده اللي هي بيقولوا عليها الموهبة. فأنا خلقت كده، خلقت بنظم شعر ومن سن صغير. طب أستاذ عبد الوارث، يعني إيه الأخطاء اللي عملتها أو الأشياء اللي كنت تحب تتجنبها لو إنك بدأت الطريق ده تاني؟ ما أعتقدش إني أنا أخطأت في سلوك هذا الطريق، لأني لما ابتدأت أسلك هذا الطريق شعرت بإني أنا ينقصني بعض الدراسات في علوم أخرى لها لزوم جدا لهذا الفن، زي علم النفس مثلا. ما كنتش درسته فدرسته. علم النفس لوحده ما ينفعش، لازم علم الاجتماع جنب منه. لا يعني أنا قصدي فندم، يعني هل في شيء عملته تقول يا ريتني ما كنتش عملت هذا الشيء كان بقى أحسن؟ يعني ما افتكرش، ما حصلش. يعني تمشي نفس الطريق، نفس الطريق بكل اللي عملته فيه كله، مش نادم على اي شيء عمله؟ لا ابدا.